السلام عليكم خوتي اخواتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان رحنا كنتواجدوا في النواحي ديال شارع ولا قرب شارع ابن سينا المعروف بني جديد. غادي نخلي لكم الاجواء اللي كتسبق مقابله النهضه الرياضيه البركانيه في النهائي كاس الاتحاد الافريقي. غادي نخلي لكم الاجواء اللي كتسبق هذه المقابله هذه على بركه الله. نبداو الفيديو ديالنا. اخوان حنا كنتواجدوا بالضبط هنا، كاين مستشفى الدراق، هنا كاين شارع ابن سينا يعني من مور هذا الشجر هذا. هذه القهوه ديال الطلبه معروفه هنا في مدينه بركان، وهذه الاجواء اللي كتسبق مباراه النهضه الرياضيه البركانيه في كاس في نهائي كاس الاتحاد الافريقي. هذه الاجواء اللي كتسبق المباراه اخوتي، غادي نبارطاجيو معكم هذه الاجواء هذه، فرجه ممتعه اخوتي. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم. النتيجة 2-0 3-1 النتيجة النتيجة 2-0 فيديو هذه الاجواء الاخوان من هنا من شارع ابن سينا. النتيجه التوقع ديالك 3-0 2-0 3-1 قول غير واحد النتيجه 2-0 3-1 النتيجه 4-0 ان شاء الله. كلشي التوقع ديالك اليوم 2-1 غادي نربح كلش، غادي يجي بركان في بركان 1-0 ما عليهش، المهم جيبوا اللقب. المهم بركان ترجح، المهم لاكم ان شاء الله رغم الصعوبات القلاج كاس الكاف في الجيب وكاس العرش في الجيب ان شاء الله. اليوم نجيبوا القلاج توقع ديالك 2-0 ان شاء الله قاعد توقعات خاطر ناس ما داش بركان والوداد ان شاء الله. ناس ما داش الخروبه خرب الزامر بركان والوداد غادي يجمعوا هاد العام كامل ان شاء الله. ان شاء الله وتحيه الوداد ان شاء Thank you.
التوقع ديالك في الماتش؟ 4-0. شحال؟ 4-0. 3-3. التوقع ديالك التوقع شحال؟ 3. يا شباب التوقع شحال؟ 2. شحال التوقع ديالك الماتش؟ 2-0. انت 3-1. المهم ناكوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا شعار بركانية. هذا هو الشعارات ديال النهضرية ديال بركانية. رجل رجل شوية. رجل 10 درهم دي 4.